موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا، حياكم الله. أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أن حسن روحاني تصدر قائمة المرشحين، وذلك في نتائج أولية لفرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الإيرانية. وكانت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في إيران بدأت أمس وسجلت نسبة عالية من إقبال الناخبين على التصويت. وفي وقت سابق أمس أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية إغلاق صناديق الاقتراع في جميع المحافظات الإيرانية في تمام الساعة 10 ليلا بتوقيت إيران، ما عدا العاصمة طهران التي تشهد إقبالا واسعا، حيث أغلقت الصناديق فيها تمام الساعة 11 ليلا. بحث مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعه أمس الأوضاع في سوريا، وحذرت روسيا من أن القرار الأمريكي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح يشكل عاملا سلبيا يفشل الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن ادعاء واشنطن حول استخدام السلطات السورية للسلاح الكيميائي تلفيق هدفه التشويش. بينما أعلنت ألمانيا عن رفضها تزويد المعارضة السورية بالسلاح، كما انتقدت السويد قرار الولايات المتحدة وقالت إن القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقويض شروط العملية السياسية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي جون كيري من أن قرار واشنطن تسليح المعارضة السورية سيؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة. وأشار لافروف في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين أمس بطلب من الطرف الأمريكي إلى أن الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية ضد الحكومة السورية بشأن استخدامها السلاح الكيميائي لا تعتمد على أي أدلة ثابتة. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم موسكو على التوجه إلى جنيف باعتباره الفرصة الوحيدة لحل الأزمة السورية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لافروف مع نظيرته الإيطالية، حيث أكد لافروف أن مزاعم استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي خدعة غربية، مبديا قلقه من تكرار السيناريو العراقي عبر تسويق مثل هذه المزاعم. وتساءل لافروف لماذا لم يتحدث الغرب عن امتلاك جبهة النصرة لغاز السارين القاتل، مجددا الدعوة إلى ضرورة اتباع الحل السياسي على أساس مؤتمر جنيف سبيلا وحيدا لحل الأزمة السورية. أكدت الصين أمس أن التسوية السياسية هي الطريق العملي الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون بيانغ أمس وخلال مؤتمر صحفي دوري إن الحل السلمي أظهر زخما إيجابيا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يحضر لعقد مؤتمر حول سوريا، ومعربة عن أملها في أن تغتنم كافة الأطراف الفرصة وأن تعمل معا لضمان عقد هذا المؤتمر. جدد المستشار النمساوي فيرنر فايمن ونائبه وزير الخارجية ميكايل شبندلجر أمس رفضهما القاطع لإرسال السلاح إلى المعارضة السورية، وأكدا أن تسليحها هو خطوة خاطئة وخطرة على إحلال السلام في المنطقة. وحذر فايمن وشبندلجر بحسب صحيفة الكورير النمساوية من مغبة إرسال السلاح إلى المعارضة السورية، مشددين على أن الحل في سوريا يجب أن يكون فقط سياسيا، وأن الأزمة فيها ليست بحاجة إلى سلاح وإنما إلى لغة الدبلوماسية والحوار. كشفت صحيفة الواشنطن بوست أن قرار الإدارة الأمريكية الموافقة علنا على تسليح جماعات المعارضة السورية قد اتخذ قبل أسابيع، وذلك بعد الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري. وفي الموضوع ذاته كشفت الواشنطن بوست أن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA تعكف على تزود المعارضة السورية المسلحة بالسلاح عبر الأراضي التركية والأردنية، وذلك من خلال قواعد أمريكية سرية تابعة للوكالة تم زرعها في البلدين. وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن تصل أولى شحنات السلاح الأمريكي إلى تركيا والأردن خلال أسابيع.
كشفت صحيفة الوطن الكويتية عن مقتل أحد الإرهابيين الكويتيين في سوريا أثناء قتاله مع جبهة النصرة. ونقلت الصحيفة عن عامر البذالي شقيق الإرهابي القتيل أن شقيقه بدر قتل قبل يومين أثناء قتاله مع جبهة النصرة في ريف حماه. وأضاف أن شقيقه من مواليد عام 1980 وأنه غير متزوج وكان يتصل بين الفترة والأخرى بذويه، وأنه أطلق على نفسه اسم أبو أيوب الكويتي، لافتا إلى أنه كان يقول إنه يقاتل إلى جانب عدد من المقاتلين من جنسيات مختلفة. أبو الأسود الدرناوي وأبو إسحاق السرتاوي إرهابيان ليبيان يدعيان أنهما من المرابطين في أرض الشام، تحدثا عن أسباب قدومهما إلى سوريا للقتال تحت مسمى الجهاد الزائف. أرض سوريا هذه أرض الشام أرض مباركة، إلا أنا ليس بداعي، يعني أولا ليس بداعي وليس بعالم. أنا يعني الحمد لله غرت على الدين وخرجت من دياري لنصرة هذا الدين ورفع الظلم على المظلومين، ونرد الظلم بإذن الله ونضرب به الظالم الحمد لله. يعني شفنا في الجزيرة وشفنا في مقاطع في جوات، شفنا أخواتنا يغتصبن في سوريا هنا. وين غيرة الإسلام؟ وين غيرة المسلمين؟ يعني سبحان الله ما زال في ناس موجودين يعني في ليبيا أو في سوريا أو في تونس، يعني سبحان الله ما زالوا قاعدين يتفرجوا على التلفزيون. هبوا يا أخوة، هبوا يا أخوة، هبوا نصر الدين يا رب. سبحان الله ما زلتوا تجروا وراء لقمة العيش. قد رزقنا الله سبحانه وتعالى حبا لنا الزيادة في سبيله، قد فتحت الجنان هنا في أرض سوريا لكل من يطلب الجنة، وإن كان آثم. وفتوى ابن عثيمين عندما قال لكل عاص الجهاد يمسح به ذنوبه ويرزقه به الله الجنان وحور العين وكل ما تمنى، مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد الروايات أنه كان مشركا قال أقاتل يا رسول الله، مسلم قال أسلم ثم قاتل، وعندما قتل قال عمل قليل كسب أجر كثير. كل هذا الأجر لا تريدونه؟ ويح لشباب أمة محمد. في خطوة ربما هي الأولى في التاريخ الحديث، ناشدت السلطات السعودية جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ناشدتهم تأجيل قدومهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام بسبب أعمال التوسعة الجارية حاليا في المسجد الحرام. ودعت السلطات السعودية عبر سلسلة من البيانات بثتها قناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون الحكومي والتي تبث مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة على مدار الساعة، ناشدت المسلمين إلى ترتيب أو تأجيل أداء مناسك الحج والعمرة بسبب الزحام الشديد في الحرم المكي. إلى تركيا، حيث أعلن المعتصمون في حديقة جيزي استمرار تحركهم الذي بدأ قبل أسبوعين في ساحة تقسيم باسطنبول، والتي انتقلت منها حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة في تركيا منذ عام 2002. وأعلنت تنسيقية تضامن تقسيم التي تنسق التحرك الاحتجاجي في بيان نشرته السبت على شبكة الإنترنت: سنتابع مقاومتنا ضد الظلم في بلادنا، هذه ليست سوى البداية وسنواصل النضال. أضافت: نحن اليوم أقوى وأشد تنظيما وأكثر تفاؤلا مما كنا عليه قبل 18 يوما عندما بدأت مجموعة صغيرة من الناشطين البيئيين الاعتصام في الحديقة للتصدي لمشروع بناء أعدته السلطات. في خبرنا الأخير، دافع البيت الأبيض عن جدوى الجولة الأفريقية التي سيقوم بها الرئيس باراك أوباما في نهاية الشهر الجاري، لكنه رفض التطرق إليها من زاوية تكلفتها على دافع الضرائب بعد معلومات صحفية صدرت أمس. فقد أكدت صحيفة الواشنطن بوست أن الرحلة التي سيقوم بها أوباما وزوجته ميشيل إلى تنزانيا أواخر حزيران ومطلع تموز ستكلف ما بين 60 و 100 مليون دولار في وقت تطبق الدولة الفيدرالية إجراءات تقشف صارمة. ورفض مساعد مستشار أوباما للأمن القومي بن رودز رفض تأكيد هذه المعلومات أو التعليق عليها. ختام الموجز، إلى اللقاء.